تركي رولز مقاديرها برضو خبز التورتيلا أو الصاج، تركي مدخن، جبنة كشكوان أو تشيدر، وخس وبندورة ومايونيز وخردل. تمام، حنحط الخس على جنب وننتقل للصوص. هو عبارة عن مايونيز وخردل، طبعا حسب كمية الساندويتش، لأنه الساندويتش يا دوب حنحط عليها معلقة صغيرة، بس أنا رح أعمل كمية للكل. طبعا هون السر، هلا ما يسحدوا كيف نكهة الخردل مع التركي كتير زاكة. هاي السندويشة كنت أكلها بمحل قديم جبل عمان، وضليت كل ما أشتريها أحاول أعرف شو النكهات. في الأخير اكتشفت النكهات وعملتها. ما تسألي صاحب المحل شو النكهة؟ ما هو في أحيان ما بيقبلوا، في خلطات سرية. بالضبط. تمام مايس، هلا بهالبساطة بس مايونيز وخردل. نسرين الجعبري، صباح الخير. صباح الخير لك كل مشاهدين. هلا رح نحط معلقه مايونيز بهالطريقه، نوزعها على الساندويشه، على الخبزه سوري. سهى الزامل، يسلم ايديكي على البيتزا. وينيك يا رب. هدي لسليمان، نوجه لك تحيه. في حدا طلب منك الكب كيك، بس مش عارفه وين راحت المشاركه. يس يس، الكب كيك هلا اذا بدكم اياها فانيلا، تحطوا 3 اكواب طحين مع ربع، مع نص كاسه زيت نباتي، واربع بيضات. خليني اقول لكم شو تخفوا او ايش تخفوا. 4 بيضات مع بعض، مع كوب السكر، مع معلقه كبيره فانيلا، ومع شو اسمه، برش ليمونه، وكلهم تخفقوهم على البلندر مع بعض مع نص كوب الزيت. بعدين بتضيفوا فوقهم شوي بالتدريج 3 اكواب طحين، تكونوا منخلينه مزبوط عشان ما يكون فيه هواء وما يكون فيه زي شوائب، وبتخفقهم كلهم مع بعض. بعدين بتجيبوا زي صينية الكب كيكس، يا بتكونوا حاطين تدهنوا الكبس بزبدة وبتحطوا فيهم وراء الكيك طبعا الكب كيكس، وبتحطوا مقدار سكوب بكل كاب. وما بدي انسى اشي، مع الطحين نخلوا 5 معالق بيكنج باودر، حطوهم وشوهم لدرجة على من 20 ل 25 دقيقة على درجة 170 وبس. صحتين وعافية. صحتين وعافية. إذا بدكم فيهم شوكولاتة بتحطوا شوكولاتة شيبس أو بتذوبوا شوكولاتة. وعلى العموم رجعوا لي على الصفحة أنا، لأنه هلأ صراحة مركزة بالوصفة. فرح أعطيكم الوصفة دقيقة أكتر. أوكي. طيب احنا ما ضل معنا كثير وقت، خلصنا يعني، احنا خلصنا خلص، بس نقطعها. بامكانكم هلا تحطوا جبنه، بامكانكم ما تحطوا يا تشيدر يا موتزاريلا، يا يعني حسب كل واحد وذوقه. حنلف الرول. تمام، اذا حطيتوا جبنه ما تحطوا الخضره، حطوا الجبنه دغري على، حطوا الخبز على النار بدون الخضره. بدون الخضره، مش ذاكي بتطلع الخضره اذا صارت سخنه. اوكي، انا رح اعمل واحد تاني بس على السريع. طيب اسلام، مش مشكله، اعملي شيف يعني على راحتك. اوكي تمام. اوكي، هلا اسلام عم بيسال انه ليه حطينا تفاح مع الكيبي. هي اسمها كيبي وعناب وجبنا تفاح. هلا انا يعني حلو الواحد لما يعمل شيء يعمل بيرينج او يلبق النكهات على بعض، فكتير نكهه التفاح الاخضر والكيوي مع بعض زي بجنن، ماتش كتير منيح. فهي حسب الذوق. سيف الرواجدة، أهلا وسهلا فيك. في عنا هبة الشوري عم تسأل عن وصفة خلية النحل، عملتها شيف غادة، حكيتها قبل بمرة، بإمكانهم يروحوا على اليوتيوب. ما عملتها، حكيتها بس بس برضو أنه غادة عملتها، لأنه أنا بتذكر كنت معاها. فبتقدري تفوتي على الموقع الرئيسي لقناة رؤيا، بتروحي على دنيا يا دنيا، وإن شاء الله بتشوفي كيف تنعمل الطريقة. هنلف السندويش. آية، شكل السفرة بشهي، هو هيك هذا اللي حكيناه. رزان سماضي، وصفات رائعة، يسلم إيديك روان. هنيكم يا رب، إن شاء الله تعجبكم. نوف، صحتين عقلبكم، شكرا إليك، كلك ذوق يا نوف. يعقوب أحمد، أهلا وسهلا. زهرة النرجس بتقول بيفتح النفس الأكل أو المنظر، صح. هلأ حنقطع، بس أنا رح أقيم الجوانب، حطهم على جنب، هنقطعهم لرولز هيك صغار. كمان انه زي بايت، زي ما قلت لك انه بيكون فطور وقعده، كل وحده بتحط بصحنها قطعه، فيش داعي تقعد تقطع وتغلب حالها وهيك، فمره وحده بتقطعهم.
بتضلها ماسكه ما بتفرق. اه لا انا هلا احط فيها اعواد الخشب. اوكي إن شاء الله الحلقة الجاي رح أشارككم كمان وصفات. هلأ بس نزين الصحن. تمام. دعاء أحمد، هلأ مين بيأكل كل اللي بتعمله؟ كلنا بنأكل. فريق عمل دنيا دنيا كله بيأكل. نضال صوفاني، شكرا لك. تحيه من الجزائر من حنين بن مالك، اهلا وسهلا فيك وعبد الله فخوري. شكرا ليت الثلجي سوار الخصاونه. عبد الله فخوري حكينا اسمك دنيا الهوى، وعبد الله الغزو شكرا. انس سليمان اهلا وسهلا فيك. وعقاء عقاب الصقر اهلا وسهلا. في ناس عم بيسألوا برضو مرة تانية عن بيتزا الشوكولاتة المدهونة. إذا ضل معانا وقت رح نحكيها، ما ضل إن شاء الله. العجينة عبارة عن كوبين طحين، معلقتين زيت نباتي، معلقتين حليب وربع معلقة ملح، مع 3/4 كوب مي. بتنعجن العجينة مظبوط وبتنحط وبترتاح لمدة 10 دقائق. بعدين بعدين شو اسمه نحشيها الشوكولاتة، بنرقها بنحشيها الشوكولاتة لمدة 20 دقيقة بالفرن على درجة 180. طيب احنا رح نعمل بس اكمل واحدة عشان ما ضل معنا وقت. خلص تمام خلص معنا 30 ثانية. حاضر. هاي هاي شكرا لك. ختامها مسك. هيك بنكون خلصنا. حلو، يسلموا ايديكي. اوه هناكي ميس، شكرا لك. الله يسعدك. تمام كثير حلو المنظر.